بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الدرس الثاني لمادة الجغرافيا لسنة رابعة ابتدائي هو الحدود الجغرافية لمصر. أولا الدرس ده موجه لأولياء الأمور وخاصة الأمهات، ومبدئيا ما ينفعش أقول لطالب في سنة رابعة ابتدائي الدرس الثاني بيتكلم عن الحدود الجغرافية لمصر ولا أبدأ إزاي أقول والله إحنا الدرس الثاني بتاعنا بيتكلم عن حاجة اسمها الحدود، يعني إيه حدود؟ أو ما يقول له المدرسة اللي أنت بتروحها أو حوش المدرسة ده بنقف فيه نأدي تحية العلم، ينفع نأدي تحية العلم أو نعمل الطابور بتاعنا في الشارع؟ أقول لك لا طبعا. يبقى المدرسة لها حدود ولا ملهاش؟ لها حدود. طيب البيت اللي احنا عايشين فيه ليه حدود ولا ملوش حدود؟ ليه حدود. لنا جيران ولا ملناش جيران؟ لنا جيران. يبقى هعرف ان في حدود لكل حاجة. مصر زي المدرسة أو زي البيت، فمصر أرسم أو مرسم خريطة. طبعا مش شرط الخريطه تبقى 100% صح، لا هي خريطه تقريبيه لمصر، فارسم الخريطه بالراحه جدا وبعد ما ارسمها اقول له ديت مصر حواليها شويه خطوط اهي، يبقى دي دوله اسمها حدود، الحدود ديت خطوط، حددت الدوله ولا لا؟ حددتها. فصلتها عن الجيران بتوعها ولا لا؟ زي البيت فصلتها عن الجيران. يبقى اول حاجه احنا بقى بنسمي الحدود بقى بتاعه الدوله، يبقى حدود سياسيه هي خطوط تحدد الدولة وتفصلها عن جيرانها من الدول وتحفظ حقوقها وتحفظ حقوقها، الحقوق بتاعتها بتحفظها، كل دولة لها حقوق في دولتها. يبقى تاني الحدود السياسية هي خطوط تحدد الدولة وتفصلها عن جيرانها من الدول وتحفظ حقوقها. بتنقسم لحاجتين، حدود طبيعية دي ربنا خلقها زي البحار مثلا، حدود بشرية دي من صنع الإنسان، الإنسان هو اللي عاملها. مثلا هرسم الخريطة تاني اللي هي مصر واكتب عليها ايه؟ خريطة مصر. اكتب عليها فوق هكتب هنا شمال، تحت هكتب جنوب، في هنا على اليمين هكتب شرق، على الشمال هكتب غرب، وخلي الخريطة قدامه وانا بشرح. يبقى اول حاجة في الشمال هنا اكتب له البحر المتوسط، تحت هنا اكتب له السودان، في الشرق هكتب له البحر الاحمر، في الغرب هكتب له ليبيا. بالشكل ده اقول له في الشمال يوجد ايه؟ يقول لي البحر المتوسط. اقول له البحر المتوسط مين اللي خلقه؟ يقول لي ربنا. يبقى حدود طبيعيه ولا بشريه؟ يبقى طبيعي، يبقى حدود طبيعيه بحريه لانه بحر. يبقى اول حاجه الحدود الشماليه لمصر حدود ايه؟ طبيعيه بحريه. طيب تحت الجنوب، الجنوب دوله ايه؟ هيقول لي السودان. الخط ده مين اللي عمله؟ هيبقى لك الانسان. يبقى حدود طبيعيه ولا بشريه؟ يبقى حدود بشريه بريه، يعني على البر ما فيش بحر هنا اهو، يبقى حدود بشريه بريه. طيب الشرق عندي البحر ايه؟ يقول لي البحر الاحمر. البحر يبقى مين اللي خلقه؟ ربنا. يبقى حدود طبيعيه ولا بشريه؟ طبيعيه. بحريه ولا بريه؟ بحريه. يبقى هو الحدود الشرقيه لمصر والبحر الاحمر حدود طبيعيه بحريه. الغرب دوله ايه؟ ليبيا. طيب الخط ده مين اللي عمله؟ الانسان. يبقى حدود طبيعيه ولا بشريه؟ بشريه. بريه ولا بحريه؟ بريه. يبقى انا كده كل ده والطالب ماسك الخريطه قدامه وانا بشرح له قدامه، ومش شرط يسمع من اول مره لان انا عايز احببه في الماده مش اخليه يحفظها والسلام. طيب الحدود الشرقيه عندي في حته هي اسمها فلسطين، خط انا عملته، يبقى حدودنا مع فلسطين طبيعيه ولا بشريه؟ بشريه. بريه ولا بحريه؟ بريه. يبقى كده كلام جميل قوي. اهميه حدود مصر، اهميه حدود مصر قدامنا كده، حدود واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه. مميزه ولا مش مميزه؟ مميزه. يبقى حدود مصر واضحه ومميزه. طيب ما نتائج حدود مصر واضحه ومميزه؟ ادى الى استقرارها وعدم وجود مشكلات سياسيه على الحدود. ما فيش مشكلات، يبقى ادى الى استقرارها وعدم وجود مشكلات سياسيه على الحدود. كل احنا بنساعتها بنتكلم عن حاجه اسمها الحدود السياسيه. طب في حاجه، في حدود تانية؟ اقول لك دي حدود سياسيه بتحدد الدوله من بره. طب ما فيش حدود جوه؟ اقول لك في حدود جوه بتحدد المحافظات. يعني ازاي؟ اسمها حدود اداريه، هي خطوط برضو بتفصل بين محافظات، يبقى هي خطوط تفصل بين المحافظات. عندنا في مصر كم محافظه؟ احنا مثلا عايشين محافظه اسكندريه، انت عايش محافظه القاهره، واحد عايش في محافظه كفر الشيخ، كل ده محافظات. احنا عندنا كم محافظه؟ عندنا 27 محافظه، عاصمتهم هي ايه؟ القاهره. يعني عاصمه يعني المحافظه اللي بتحكم المحافظات دي كلها اسمها القاهره. طيب الحدود الاداريه قلنا هي خطوط تفصل بين المحافظات، كم محافظه؟ 27، العاصمه القاهره. وبكده نكون خلصنا الدرس. لو عايزين نراجع الدرس بسيطه في شويه عناصر بسيطه جدا وبسرعه جدا، هقوم قايل الحدود السياسيه هي خطوط تحدد الدوله وتفصلها عن جيرانها وتحفظ حقوقها، تنقسم الى حدود طبيعيه وبشريه. طيب حدود مصر الشماليه، هبص على الخريطه بسرعه اقول له شمالا البحر المتوسط بحدود طبيعيه بحريه، جنوبا السودان حدود بشريه بريه، شرقا البحر الاحمر وخليج العقبه، نحط كلمه خليج العقبه، نزود له كلمه خليج العقبه، حدود طبيعيه بحريه. حدودنا مع فلسطين الخط ده حدود بشريه بريه. طب غربا
ليبيا حدود بشرية برية. طبعا الكلام ده وهو باصص على الخريطة، مش شرط يحفظ من أول مرة. تاني، أهمية حدود مصر. حدود مصر دي حدود واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة، يبقى أهمية حدود مصر هي حدود واضحة ومميزة. طب ما النتائج المترتبة على ذلك إنها حدود واضحة ومميزة دي أدى إلى استقرارها وعدم وجود مشكلات سياسية على الحدود. آخر حاجة عندنا الحدود الإدارية. الحدود الإدارية دي داخل الدولة، بتفصل بين المحافظات اللي داخل الدولة. محافظات؟ ليه إحنا عندنا كم محافظة؟ أقول لك 27 محافظة. كلام جميل. العاصمة بتاعت مصر اسمها إيه؟ القاهرة. طيب الحدود الإدارية بتفصل بين المحافظات، عرفنا. يبقى كده، يبقى خلصنا الدرس الأول. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.